يعتمد قطاع التأمين على الإعلام كأحد أهم أدواته لترويج منتجاته. الفترة اللي فاتت ديت أصبح دور الإعلام الحقيقة دور رئيسي وأساسي في نشر الوعي التأميني في مصر، إن كان بالشكل المسموع أو المقروء بقى حاجة أساسية. في تطور كبير قوي حصل الحقيقة في تغطية الإعلام لما يخص التأمين بشكل كبير جدا الفترة اللي فاتت. صحف أو إعلام بتغطي جميع المناسبات التأمينية في مصر، بتغطي المنتجات اللي موجودة في السوق المصري، بتغطي الحقيقة كل الأوكيجنز أو كل الإيفنتس اللي بتحصل من خلال الاتحاد المصري للتأمين وهيئة الرقابة المالية. أعتقد قطاع التأمين بدأ يبقى قريب جداً في حجم التغطية بتاعته لقطاع المصرفي. التأمين محتاج هدف أساسي ومحتاج من الإعلام توعية الناس بالتأمين وأهميته. التأمين في مصر هي قطاع واعي وبيعتمد على ان الناس تبقى عارفه ايه هو التامين وايه اهميه التامين ومخاطره وبيوقي الناس من ايه وفوائده. ده دور الاعلام حقيقي، انه بيوسع بيعرف الناس ايه اهميه التامين، بل كمان بيعرفهم باهميه حقوقهم والتزاماتهم نتيجه ابرام عقود التامين. الاعلام بصفه عامه في كل القطاعات ممكن يبقى ليه دور ايجابي ودور سلبي، لان اصبح النهارده الناس تداول الاخبار أصبح يتم بسرعة. ومنذ انطلاقها سعت جريدة المال كأحد أهم وسائل الإعلام المتخصص لتعزيز دورها كداعم لقطاعات الاقتصاد بتنوع أطيافه وأطرافه، ومن بينها بالطبع قطاع التأمين. المال حقيقة خلال الفترة اللي فاتت قامت بدور هايل. المال بتنشر كل النشاط المتعلق بالتأمين وبتحلله وآراء الخبراء فيه، بتقوم بدور كتير أو بتوعي الناس باللي بيحصل فيه وبآراء الخبراء اللي شغالين، وبتحلل الأنشطة بصورة رئيسية وبتقارن بينها وبتدي النتائج المستخلصة من دراسة البيانات والإحصائيات اللي بتطلعها لها سنوياً. وأعتقد ده مفيد وبيعتمد عليه الناس اللي شغالة في القطاع كله، فحي المال قامت بالدور ده بصورة طيبة وممتازة. جريدة المال من الجرائد اللي أصبحت الناس كلها في قطاع التأمين والمتعاملين مع قطاع التأمين تهتم انها تشوف ايه الاخبار اللي هي منزلاها على القطاع، وده الحقيقه يمكن ما قدرتش تعمله جرايد تانيه في موجوده في السوق. وجود المال اوجد كمان منافسين ليها ابتدوا كمان يبقى ليهم دور كويس، وده حاجه كويسه انك يكون عندك اكتر من حد موجود في السوق بيتابع اخبار سوق التامين اول باول وبيبقى ليه وجهه نظر محترمه الحقيقه. وساهمت المال عبر ال15 عاما الماضيه في نشر الوعي التاميني، ما أدى لصدور قرارات رقابية وتنظيمية ساهمت في ضبط إيقاع السوق ومعالجة تشوهاته. جريدة المال ده يمكن حاجة أول مرة الناس تسمعها، إنه هي ليها كان ليها الفضل في المساعدة والمساهمة في تأسيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين بطريقة غير مباشرة، إنها عرفتنا الطريق ده. جريدة المال جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية لوسطاء التأمين وللعاملين في شركات التأمين، انهم بيطلعوا على اخبار التأمين وعلى الاخبار الاقتصادية بصفة عامة. واللي انا في رأيي اللي ميز جريدة المال عن جرائد اخرى كانت موجودة قبل كده الثقة فيما ينشر وتخصص المحررين اللي فيها في كل مجال هم بيكتبوا فيه، بحيث انه يطلع الموضوع دقيق ومكتوب بطريقة فنية تحترم عقلية القارئ. واعتمادا على رصيد الثقة الذي حققته في العقد والنصف الأخير، تسعى المال في تأسيسها الثاني للتأكيد على رسالتها، وهي تقديم وجبة متكاملة من المعلومات المدققة لقارئ يستحق. جريدة المال لها مكانة خاصة عند كل العاملين في مجال التأمين.